الطقس العار في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يكون الطقس صافي، درجة الحرارة 33 درجة مئوية، الملموسة 31، الرطوبة منخفضة حوالي 17%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة ليوم الخميس. نبدأها بالمنطقة الشمالية، سكاكا 32 إلى 22، تبوك 31 إلى 19، عرعر 31 إلى 19. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 35 إلى 21، جدة 36 إلى 24، مكة المكرمة 38 إلى 26، الطائف 29 إلى 17. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار في أبها 26 إلى 18، الباحة 26 إلى 20، أما جازان 35 إلى 30. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام، زخات رعدية من الأمطار متوقعة 35 إلى 26، الإحساء أيضا زخات رعدية 37 إلى 25، حفر الباطن تفرق لبعض الغيوم 33 إلى 22. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس مغبر 37 إلى 25 درجة مئوية، بريدة 32 إلى 21، أما حائل 29 إلى 19. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.